لكل للحديث أكثر عن كلمة العاهل الأردني ينضم إلينا من نيويورك عبر الأقمار الصناعية معالي الوزير أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني. أهلا بك معالي الوزير معنا في دائرة الشرق، سعيدين بأن تكون معنا. معاليك اسمح لي فورا أدخل في لب الاهتمامات يعني الأردنية، طبعا الحديث عن المناخ والحديث عن المياه والمسؤولية الجماعية وكورونا وغيرها، هذا كله متوقع من دولة الأردن وعلاقاتها الدولية، لكن أريد فورا أن ندخل فيما يخص القضية الفلسطينية لو سمحت لي، لأنه اليوم تحدث العاهل الأردني بأن يبقى حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن تحقيقه لحل القضية الفلسطينية. طبعا للعاهل الأردني كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بعد قطيعة خليني أقول أو علاقات ليست كانت جيدة مع نتنياهو، وأيضا كان له زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية واجتماع مع بايدن. فيما يخص عملية السلام، ما هو تقييم الأردن لاستعداد الأمريكي وأيضا الإسرائيلي لإعادة إحياء حل الدولتين إذا صح التعبير، أم هناك بدائل ممكنة وعادلة يمكن أيضا أن تتبلور؟ مساء الخير زينة، شكرا لك. إعادة إحياء مفاوضات جادة وفاعلة للتقدم نحو حل الدولتين يشكل كما قال جلالة الملك في كلمته اليوم أولوية يجب أن تتكاتف كل جهودنا من أجل تحقيقها. ذكر جلالته أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، واستذكر الحرب الأخيرة على غزة وما عكست من خطورة الوضع القائم ومن استحالة بقائه ومن ضرورة العمل من أجل إيجاد الأفق السياسي الذي يأخذنا باتجاه السلام العادل والدائم الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا ودوليا، والذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد. كما ذكرت، جهود مكثفة يقودها جلالة الملك من أجل إيجاد هذا الأفق السياسي بعد سنوات من الجمود التي انعكست ضررا كبيرا على العملية السلمية، أفقدتها الكثير من مصداقيتها عند شعوب المنطقة، وجعلت من التحرك الفوري أمرا يبذل الأردن جهودا مكثفة لتحقيقه. زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى الولايات المتحدة كانت بكل المعايير زيارة تاريخية، زيارة مهمة، تقدمت أجندتها كما هي العادة القضية الفلسطينية، وهنالك تغيير مهم في الموقف الأمريكي مقارنة بالمواقف السابقة. هذا الموقف يتحدث عن حل الدولتين، يتحدث ضد بناء المستوطنات، يطالب باحترام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات التي تشكل أيضا كما ذكر جلالته اليوم أولوية لنا في ضوء الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والجهد الأردني المستمر لحماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذا الجهد. في ضوء كل ذلك هنالك موقف أمريكي متقدم، نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة ونعمل أيضا مع شركائنا في العالم في أوروبا ومع أشقائنا في المنطقة من أجل إيجاد هذا الأفق السياسي. وكان هنالك أخيرا اجتماع قمة ثلاثية جمعت جلالة الملك وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكان التركيز كيف يمكن أن نعمل معا من أجل إيجاد هذا الأفق السياسي، انطلاقا من مرة أخرى الحقيقة الثابتة أن لا بديل عن حل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام، وإن استمرار غياب الأفق السياسي خطر يهدد أمن المنطقة برمتها. طيب معليك اسمح لي بأن أستطرد بهذا السؤال، طبعا مع الانسحاب الأمريكي العسكري وكل هذه الأجواء بين انسحابه من الشرق الأوسط حتى سياسيا ودبلوماسيا يعني كما يقول التحليل ليكون متفرغا لمعركته مع الصين، هل بالفعل يمكن دفع هذا الأفق أو إيجاد هذا الأفق بجهود إقليمية؟ نحن نحتاج إلى دور رئيسي للولايات المتحدة في دفع العملية السلمية. التاريخ أثبت أن ممارسة الولايات المتحدة لدور قيادي في العملية السلمية مطلوب من أجل إيجاد الزخم الدولي الحقيقي لدفع عمليات السلام. بالتأكيد ثمة أيضا دور أوروبي مهم، لكن علينا نحن في المنطقة أيضا دور رئيسي في الانخراط
والاشتباك الإيجابي مع العالم للتذكير بأن الأمن والسلم الإقليميين والدوليين مهددان باستمرار غياب أفق تحقيق السلام. ثمة جهود يجب أن نقوم بها من أجل أن نضع نحن أيضا تحركات مقنعة إزاء تحقيق هذا السلام، وهذا جهد مستمر كما ذكرت بالتنسيق مع الجميع، لكن التحدي كبير، الظروف صعبة لا إنكار لذلك. ثمة كما قلت سنوات غاب فيها الأفق الحقيقي لإيجاد السلام العادل الذي لا يمكن أن يتحقق من دون حل القضية الأساس وهي القضية الفلسطينية، لكن هنالك موقف أمريكي إيجابي يجب أن نبني معه ونشتبك إيجابيا معه، هنالك موقف أوروبي في رمته داعم لحل الدولتين ومدرك أن لا بديل عن هذا الحل، وأن أي استمرار في خرق القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين خطر جماعي أيضا، وثمة إجماع عربي على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية التي لابد من أن نعمل جميعا من أجل حلها على الأسس التي تضمن قبول الشعوب لما سيتمخط عن هذا الحل وهو حل الدولتين. فبالتالي تحديات كبيرة، ظروف صعبة، لكن لا نستطيع إلا أن نستمر في العمل لأن لا بديل. ورسالتنا إلى الجميع أنه إذا ما استمرت الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفقد الشعب الفلسطيني تحديدا الأمل بالانفراج السياسي الذي يستحقه عبر تلبية حقوقه المشروعة، البديل الوحيد هو خيار الدولة الواحدة، وعلى العالم آنذاك أن يقرر إما إذا كان سيتعامل مع خيار الأبرتايد أو التمييز العنصري الذي ستكونه بالتأكيد الأوضاع آنذاك، لأن إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الديمقراطية كاملة في خيار هذا الدولة الواحدة لا يبدو أمرا متاحا. فبالتالي مصلحة الجميع تكمن في أن نتقدم وأن نعمل من أجل الوصول إلى حل الدولتين. معليك، هذا تصريح خطير نوعا ما، هل أسمعتموه؟ هل أسمعه جلالة الملك للإسرائيلي، جانب الإسرائيلي؟ لم تحدثني عن الموقف الإسرائيلي بالحكومة الجديدة. لن أتحدث عن مواقف دول أخرى، لكن نحن ما نقوله بأن الموقف الأردني كان دائما واضحا، حل الدولتين هو السبيل الوحيد. تحدثنا مرارا وتكرارا بأن تقويض حل الدولتين سيقتل الأسس التي انطلقت عليها العملية السلمية برمتها وهي مبدأ الأرض مقابل السلام، وسيجعل من خيار الدولة الواحدة الخيار الحقيقي الوحيد المتاح. وهذا أمر كما قلت سيضع العالم كله أمام تحدي كبير، وهو إما أن تكون هذه الدولة دولة ديمقراطية تعطي حقوق مشروعة كاملة لديمقراطية كاملة للشعب الفلسطيني، وإما أن تكون دولة تمييز عنصري أبرتايد، وهذا أمر لا يمكن أن يكون أمرا قابلا للاستمرار. فمرة أخرى تركيزنا وانخراطنا واشتباكنا مع الإدارة الأمريكية، مع الحكومة الإسرائيلية، بالتعاون مع أشقائنا وشركائنا، هو ضرورة أن نعمل معا على العودة إلى المفاوضات التي تحقق السلام الذي يتيح للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمة القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي وفق مبادرة السلام العربية. طيب، مستمرون في العمل مع الجميع. نتحدث مع الجميع، نتحدث مع الحكومة الإسرائيلية، ونتحدث مع شركائنا في المجتمع الدولي للضغط باتجاه إيجاد هذا الأفق السياسي. طيب، معليك، أبقى في جوار الأردني. كان هناك لقاء هو الأول منذ 10 سنوات على هذا المستوى طبعا بين وزير الدفاع السوري مع رئيس هيئة الأركان الأردنية، محادثات كانت بشكلها الأساسي حول أمن الحدود، مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات حسب ما كان البيان الرسمي. حدثني أكثر اليوم عن الرؤية الأردنية، لأنه أيضا تم الحديث في الأخبار على أن هناك رؤية أردنية للحل السياسي أو للشكل السياسي في سوريا. مرة أخرى موقفنا في المملكة ثابت بأن الأزمة السورية هي كارثة يجب أن تنتهي، ويجب أن ينتهي ما تسببه من دمار وخراب وقتل وتقويض لدولة عربية رئيسة ومعاناة لشعب عربي شقيق. الطريق إلى الحل هو حل سياسي يحفظ وحدة سوريا، يحفظ تماسكها، يعيد لها أمنها واستقرارها ودورها في المنطقة، ويخلصها من الإرهاب، ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين إلى سوريا. هذه هي القاعدة التي انطلقنا منها منذ سنوات في جهودنا من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وهذا هو الجهد الذي نقوم به الآن بالحديث مع الجميع من أجل الدفع باتجاه هذا الحل. مرة أخرى
لا يمكن أن نستمر في مقاربات أثبتت عدم جدواها. مرة أخرى نحن في المنطقة من يدفع ثمن استمرار هذه الأزمة. الشعب السوري عانى أكثر مما يجب أن يعانيه أي شعب في العالم. الخيار واضح، لابد من التحرك باتجاه هذا الحل السياسي. فبالتالي نحن منخرطون مع الجميع في جهد لم يتوقف من أجل الدفع وإيجاد البيئة التي تسمح لهذا الحل السياسي أن يستمر. هذا بشكل عام. بشكل خاص فيما يتعلق بالأردن وسوريا، فنحن دولة شقيقة مجاورة لسوريا، هنالك حدود مساحتها 367 كيلومتر بين البلدين، وبالتالي لابد من التنسيق. لقاء وزير الدفاع السوري مع رئيس الأركان المشتركة كان كما ذكرتي للحديث عن أمن الحدود ومواجهة التحديات المشتركة التي يمثلها الإرهاب، مواجهة تحدي المخدرات وتهريب المخدرات، وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار. ثمة أيضا مسار آخر وهو حوارات قطاعية بين البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التجارة، التعاون في مجالات التجارة، الاقتصاد إلى غير ذلك، من المياه، الطاقة، من المجالات الحيوية. أيضا كان هنالك اجتماع منذ أيام استضافته المملكة، جمع الوزراء المعنيين في سوريا وفي لبنان وفي مصر من أجل تزويد لبنان الشقيق بالطاقة والكهرباء عبر الأردن، ومن الأردن إذا كان طاقة كهربائية، وعبر الأردن إذا كان غاز عبر سوريا أيضا. كل هذه أمور تعكس حالة من التعاون الضروري الذي لا غنى عنه للبلدين في ضوء معطيات كثيرة. تعلمين أن هنالك 1,300,000 شقيق سوري يعيشون في الأردن، ولنا مصلحة في الأردن أيضا في أن نستمر في تقديم كل ما نستطيع أن نقدمه لهؤلاء ليحظوا بالحياة الكريمة التي يستحقونها، وأيضا لإيجاد الظروف السياسية التي تسمح بعودتهم الطوعية إلى بلدهم. فهذا هو المنطلق الذي نعمل وفقه، وهذا هو الهدف الذي نسعى له، وهذه هي الجهود التي تقوم بها المملكة. نعم. بالتنسيق. نعم. مع كل الأطراف. نعم. طب معليك سواء في الولايات المتحدة أو في سواء في روسيا التي لها دور أساس أو مع الأشقاء. بالضبط، أنت وضعتني حيث أريد. أريد أن أسألك عن الموقف الروسي وهذه الوساطة التي تمت تحديدا في تفصيل وجود بعض الميليشيات التي هي يعني موصوفة بأنها مدعومة في إيران داخل درعا، مقابل منع المجموعات المسلحة المعارضة للنظام أيضا في تلك المنطقة، على ما يبدو بأن هذا هو الوساطة الروسية. قرأت، لا أعرف إذا كان بالفعل هذا تصريح لجلالة الملك، يقول بها القوات الروسية التي ساعدت في عكس مسار الصراع السوري لصالح الرئيس السوري نجحت في تحقيق الاستقرار في البلاد. هل هذا موقفكم؟ لا أذكر أن لجلالة الملك مثل هذا التصريح. ما يقوله جلالته دائما بأن هنالك دور رئيسي لروسيا في أي جهد حقيقي لحل الأزمة وإنهاء هذه الكارثة. موقفنا الثابت الذي أكده جلالة الملك أكثر من مرة أنه لابد من أن نعمل جميعا من أجل حل هذه الأزمة، وأن ذلك يتطلب دورا رئيسيا ويتطلب أيضا حوارا أمريكيا روسيا. لا يمكن أن تحل الأزمة السورية من دون حوار أمريكي روسي أيضا في ضوء الدور الكبير للبلدين، وهذا يتطلب أيضا جهود منا جميعا، لكن ذلك أمر أساسي. وبالتالي نحن نحاول أن نجسر حيث نستطيع، نتحدث مع الجميع لتقديم مقترحات وحلول تتيح التقدم إلى أمام في هذا الجهد الضرورة، ونؤكد على أن لروسيا دور أساسي في سوريا، لروسيا دور أساسي أيضا في ضمان الأمن والاستقرار في الجنوب السوري، ونحن لنا تجربة في ذلك. تذكرين قبل سنوات كنا عملنا معا من أجل التوصل إلى اتفاقيات التسوية وخفض التصعيد في الجنوب. صحيح. السوري الذي يشكل مصلحة أردنية لنا كما قلت في ضوء طول الحدود بين البلدين، وبالتالي نتعاون ونتحدث مع الروس ونؤكد على أهمية الدور الروسي والدور الأمريكي ودورنا نحن في المنطقة. وما أود أن وأكده إذا سمحت لي هنا أيضا أنه لابد من وجود دور عربي أيضا في جهود حل الأزمة السورية. من غير المعقول ومن غير المقبول أن لا يكون هنالك دور عربي جماعي في جهود حل الأزمة. فبالبداية وبالنهاية سوريا دولة عربية، الدول العربية هي الأكثر تأثرا بما يجري في سوريا، والشعب السوري الكريم هو شعب عربي شقيق، وبالتالي نحن ندفع أيضا باتجاه دور عربي فاعل ومؤثر في جهود حل الأزمة السورية.
هل ترى بأن هناك مكان لهذا الحل معاليك؟ طبعا مع ازدحام الأرض السورية يعني تواجدات إن كان العسكرية ولا السياسية بين روسيا وإيران وغيرهم وتركيا. لا أرى بديلا عن هذا الحل صراحة، لا بديل عن حل سياسي للأزمة السورية، لا بديل عن جهد جماعي مشترك يحفظ وحدة سوريا ويحفظ أمن سوريا ويحفظ مصالح الجميع، أيضا يضمن الانتصار على الإرهاب، يضمن دحر الإرهاب الذي يشكل خطرا مشتركا. ولا بد من دور عربي، يعني كما قلت للكل دور في جهود حل الأزمة السورية، أو لكن أين الدور العربي الجماعي؟ وكلنا في العالم العربي أعتقد نؤكد على أهمية هذا الدور وعلى ضرورة أن تحل الأزمة السورية على الأسس التي تحفظ وحدة سوريا وتحفظ حقوق الشعب السوري الشقيق وتخلصه من هذه المعاناة ومن هذه الكارثة. ثمة جهود مستمرة وثمة إدراك أعتقد أوسع عالميا من أن ما كان استخدم من مقاربات لن ينجح في التوصل إلى الحل السياسي الذي نتوافق جميعا على أنه الحل الوحيد، وبالتالي ثمة حاجة لأن نعمل بشكل أكثر كثافة وبشكل أكثر تنسيقا وأكثر فاعلية في جهود هذا الحل، وسيكون كما كان للأردن دور دائما دور رئيسي وجهد أساسي في هذا الاتجاه. طيب معاليك، في قمة بغداد بذكر الجهد العربي والتقارب العربي ومحاولة إحياء كل مناطق قوة إذا أردت التعبير الدور العربي، تم تأكيد في قمة بغداد على التنسيق بين مصر والأردن والعراق بالإضافة لباقي الدول. أبرز ما نتوقع من بلورة إذا صح التعبير لهذا التنسيق، غير طبعا ذكرت حضرتك الخط الغاز العربي والإمدادات الكهربائية وغيرها، ماذا نتوقع أيضا؟ هناك تفاصيل كثيرة منها ما بعرف إذا يعني تفصيل صغير، هو الأموال العراقية المحجوزة في الأردن مثلا، هل نتحدث على هذا المستوى من التعاون أم تطمحون لمستوى أكبر وبدأتم ترون ملامحه؟ العلاقة الأردنية العراقية علاقة قوية متميزة تتطور بشكل مستمر. جلالة الملك كان أول زعيم عربي يزور العراق وزار العراق مرتين هذا العام في رسالة أن الأردن يقف مع العراق الشقيق في مواجهة كل هذه التحديات. نحن نؤكد بأن العراق الذي حقق انتصارا كبيرا على داعش، انتصارا هو انتصار لنا جميعا وجاء بتضحيات عراقية كبيرة، يجب أن يتكرس هذا الانتصار عبر دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة البناء، في تلبية طموحات شعبها وفي حماية أمن وسيادة واستقلالية العراق. وجاءت آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق لتبني على أرضية التكامل الموجودة بين البلدان الثلاث، لنتعاون اقتصاديا، نتعاون تجاريا، نتعاون أمنيا، دفاعيا، نتعاون في كل الأمور التي تنعكس إيجابا على البلدان الثلاثة. ثمة كما ذكرت جوانب متعددة لهذا التعاون، في مجال الطاقة ثمة مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة وإلى مصر، ثمة نتحدث عن مدينة صناعية ومدينة حرة على الحدود بين الأردن والعراق، تعاون في مجال إعادة البناء، في كل هذه المجالات، في التجارة، في الصناعة، كل هذه المجالات تبني على أرضية التكامل والعلاقات التاريخية الموجودة بين الدول الثلاث، وتكون أيضا كما قلنا هذا تعاون لمصلحة الدول الثلاث ومفتوح لكل الدول العربية التي ترى فيه فائدة لها أيضا، ونرى إليه جزء من بنيان تعزيز العمل العربي المشترك. فنسير باتجاه هذا الحل، ونعتقد بأن هنالك جهد كبير تقوم به الحكومة العراقية الآن لتثبيت هذا الاستقرار وإعادة البناء، ونحن ندعمها بالمطلق. وآلية التعاون الثلاثي جهد متقدم، جهد يسير بخطوات وازنة وثابتة وسريعة إلى أمام لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث. طيب معاليك، بسؤال استطرادي سريع، كيف ستشددون على هذه العلاقة إذا ما قارناها وزناها مع النفوذ الإيراني الموجود؟ يعني والعاهل الأردني كان من أول من حذر من ما سماه آنذاك بالهلال الشيعي إذا تذكر، فأنت اليوم في سوريا لديك هذا النفوذ الإيراني وفي العراق أيضا، والأردن اليوم يفتح مجالات وجسور مع الاثنين.
جلالة الملك تحدث في الإطار السياسي ولم يتحدث في الإطار المذهبي، تحدث عن نفوذ إيراني في المنطقة برمتها في مرحلة معينة، كان ذلك يتعارض مع ما كنا نرى إليه من منهجية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. نحن نريد علاقات إقليمية مستقرة، المنطقة ليست بحاجة إلى أزمات جديدة، ومن أجل تحقيق هذه العلاقات الإقليمية الصحية نؤكد على أن العلاقات بين كل دول المنطقة يجب أن تكون مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعلى علاقات حسن الجوار وعلاقات الصداقة بين هذه الدول. فنحن نريد إقليما مستمرا، تحدثنا دائما ونتحدث عن ضرورة أن يكون هنالك قنوات للحوار بين الجميع بما فيها إيران، لنبني منطقة خالية من الصراعات ومنطقة تبني على ما يجمع وتحفظ حقوق الجميع. فبالتالي ما نريده هو علاقات صحية مبنية على احترام الآخر وعدم التدخل في شؤون الآخر، وهذا ينطبق على إيران، وهذا مبدأ أساسي في علاقات الأردن مع كل الدول. فنحن كما قلت، هذه آلية التعاون الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق ليست حلف ضد أحد، هي حلف لمصلحتنا نحن ولمصلحة الجميع، وكل من يرى أن له فائدة من أن يبني عليه فنحن هنا لنتعاون لا لأن نقف ضد أي شيء، نحن هنا لنقف مع مصالحنا ومع حق المنطقة وحق شعوبنا في العيش بأمان واستقرار. كل الشكر لك، كل الشكر لك معالي أيمن الصفتي وزير الخارجية الأردني، شكرا معاليك، دائما نسعد بوجودك والحديث معك لا ينتهي، شكرا لك.